ونذهب معا الآن إلى ماري سالم لنتابع معها طبعا حركة الأسواق الأسيوية على خلفية الارتفاع الذي رأيناه في الأسواق الأمريكية ليلة أمس، وهذه الأخبار التي أتت إيجابية مرة أخرى لحد ما يمكن ماري من فيسبوك. صحيح، صباح الخير صبا. فعلا اداء فيسبوك كان امبارح مفاجئ من بعد ما اغلق السوق، حيث انه رجع ارتفع وعوض الخسائر يلي كانت كبدها خلال الجلسه. ولكن قبل ما احكي على الاسواق الامريكيه، حذكر باغلاقات الاسواق الاوروبيه امبارح كانت اغلبها على ارتفاعات، يعني الارتفاعات كانت ابرز من التراجعات يلي كانت على الكاك 40 واليورو ستوكس 50. الارتفاعات جايه مدعومه اجمالا بنتائج الشركات يلي هي عم بتكون قويه وعم تدعم القطاعات ككل وعم تجذب المستثمرين لحتى يضلوا محافظين على محافظهم بهيدي الفترة اللي جاية، بحكم أنه نتائج الربع الأخير من السنة هي حتكون الحاسمة، فممكن أنه تضلنا محافظين على نفس الإيجابية خلال العام كله. ولكن من ناحية أخرى، إذا بنجي بنطلع على الأسواق الأمريكية، مثل ما كنا عم نذكر من شوي، كان في عنا ارتفاعات على المؤشرات الثلاثة امبارح، ناسداك وأس أم بي والداو. الارتفاعات جاية متزامنة مع نتائج الشركات اللي عم تكون جدا إيجابية. ولكن الملفت امبارح كان في عنا أنه شركة تسلا وشركة فيسبوك اللي كانوا من يومين عم يتنافسوا على المركز الخامس كأكبر شركة من ناحية القيمة السوقية، امبارح انحسم الجدل بيناتهم ووصلنا لنتيجة تبعها. ولكن مؤشر الاس ام بي كمان يلي كان صار له فترة، عفوا ناسداك 100 يلي صار له فترة كان عم بيسجل خسائر من بعد الارتفاعات اللي سجلها خلال شهر 9 من 2021، وصل هلا انه عم يرجع يرتفع بنتائج القطاع التكنولوجيا يلي هو فيسبوك، رغم التراجعات تبع سناب شات يلي سجلتها نهار الجمعة، حيث انه هلا نحن عم نبعد تقريبا بحدود 1% عن اعلى مستويات كنا نحن واصلينها خلال العام، وهذا بدل على انه المستثمرين بعدهم عم بيلجأوا لقطاع التكنولوجيا بطريقه ما، بحيث انه هيدا هو الملجأ او هيدا هو القطاع اللي حيكون فيه النمو للفترات اللي جايه. تسلا وفيسبوك انحسمت الخيارات بيناتهم، تسلا وصلت لفوق التريليون دولار مثل ما مبين قدامنا، ونتائج فيسبوك يلي نوعا ما ساعدت امبارح، ادت شوي لتراجع بقلب القيمه السوقيه تبعه، ولكن المنافسة ممكن تضلها مستمرة. ولكن الملفت هون أنه ارتفاعات تسلا اجت من بعد ما شركة كانت من سنة تقريبا عالنة تقريبا أنه هي عندها إفلاس بقلب الشركة اللي هي هيرتز، قدمت طلب لمئة ألف سيارة تسلا، يلي هو عم بيعطينا انعكاس أو مؤشر على الطلب اللي عم بيزيد بالسيارات الكهربائية. تسلا وفيسبوك منو الأساس بقلب السوق الأمريكاني حاليا أو بالمؤشرات، في عنا نحن أكبر خمس شركات تكنولوجي حيكونوا هذا الأسبوع عم بيعلنوا نتائجهم. امبارح بلشنا بفيسبوك، في عنا أمازون وجوجل ومايكروسوفت وأبل، أربع شركات حيكونوا عم بيعلنوا عن نتائجهم خلال اليوم وبعد بكرة. هذه النتائج بحسب ما شفنا من سناب شات وما شفنا من فيسبوك، كلهم متوقع لهم انه يكون الاداء تبعهم ايجابي. يعني نحن صرنا واصلين على العوائد يعني تقريبا بحدود 28% اللي هي نسب كثير عاليه اذا بنجي بنطلع بنقارن الربح الارباح تبع هيدي الشركات مع السعر المتوقع لقدام. وقت بنطلع على هذا الرقم بيعطينا مؤشر انه الشركات اسعارها عاليه، ولكن اذا الاسعار عاليه مش معناتها انه ما في نمو، والجميع المستثمرين مراهنين بالفترات اللي جايه على نمو هيدي الشركات. اذا بنطلع قدام في عنا نحن أربع شركات كنا عم نحكي عنهم يلي هن مايكروسوفت وأبل وتسلا، أمازون وجوجل. هول الأربع شركات بغض النظر عن فيسبوك هن عم بيكون إجمالا القيمة السوقية تبعهم فوق الواحد ونص تريليون دولار. يعني في عنا نحن أبل ومايكروسوفت اثنيناتهم فوق 2 تريليون دولار يلي هي تقريبا عم بتشكل أكبر نسب بقلب الأسواق. يعني بتظل هلأ فيسبوك رغم النتائج اللي سجلتها امبارح والارتفاعات اللي تسجلت من بعد ما اغلق السوق، بعدها عم بيكون ادائها هي اخف شيء بقلب بين الخمس شركات، فممكن نتخيل شو ممكن تكون توقعات او الاداء تبع الاسهم الباقيه خلال الجلسات او من بعد اعلان النتائج تبعهم. ها من ناحيه اخرى في عنا الاسواق الاسيويه اللي هي اليوم عم تسجل ارتفاعات وعم تعطينا انعكاس جدا ايجابي، خاصه من بعد الضغوط اللي كانت عم تشهدها هيدي المؤشرات بالفترات السابقه. هلا في عنا تراجع طفيف على الهانغ سانغ اندكس اللي هي نوع من
من جني أرباح كنا عم نشهده هلأ اليوم، لأنه صار له يومين المؤشر على ارتفاعات قياسية عم بيكون، وعم بيكون مدعوم تحديدا من القطاع التكنولوجيا. ولكن الملفت بأنه بالأسواق الصينية في عنا اليوم عم بيكون نسبة ارتفاعات عالية، حيث أنه المؤشر عم بيسجل أو عم بيخترق إذا بدنا نقول مستوى أو معدل 100 يوم مثل ما مبين قدامنا، يلي هو كان هو جرب قبل بشهر 6 انه يخترقه وفشل بهذا الموضوع. ولكن نحن اليوم تقريبا تخطيناه، واذا بنطلع على المؤشرات تبع السي اي اس اي سي اس اي 300 وبنطلع على الهانغ سانغ والهانغ سانغ تاك، كلهم عندهم نفس الوتيره بالتداولات، حيث انه هي وصلت هلا لمستويات عم تجربوا انه يرجع يعطينا المؤشر التقني تبع الاسواق انه اتجاه تصاعدي، يلي هو جاي من بعد كل التنظيم اللي كان عم بيصير من قبل الشركات او من قبل المشرعين كرمال يحطوا حوكمه على الشركات. صبا الايجابيه منتشره بقلب الاسواق، متوقع انه تضل الايجابيه مكمله لانه الفيوتشرز كلها على ارتفاع. شكرا لك ماري.